ليه أمر الشيخ الشعراوي إن جثة عبد الحليم حافظ تفضل ليلة كاملة في المسجد؟ الفنان عبد الحليم حافظ اتوفى في 30 مارس سنة 1977، وده كان في مستشفى في لندن بعد سفره عشان يتعالج هناك، وكان معاه أخته عليا شبانة وابن خالته شحاتة. وطبعاً مفضلش فترة طويلة برا مصر، ورجع عثمانه للقاهرة الساعة 3 الفجر في طيارة، وكان موجود فيها السيدة نهلة المقدوسي مرات محمد عبد الوهاب، والمحامي مجدي العمروسي، وأخت عليا وابن خالته شحاتة، وعدد كبير من الفنانين والمسؤولين في الدولة. وكان من المفروض أن يتم نقل جثة عبد الحليم حافظ لمستشفى في المعادي، وبعد كده لمسجد عمر مكرم، لكن الشيخ الراحل الشعراوي واللي كان وقتها وزير الأوقاف فتح المسجد طول الليل عشان الجثمان يبقى موجود فيه لحد الصبح، كنوع من أنواع التقدير لروح الفنان الراحل، وده فعلا اللي حصل. وفي الصبح اتعملت جنازة مهيبة، وكان على رأس المشيعين والسيد ممدوح سالم رئيس الوزراء وعدد كبير من الوزراء، السيد عز الدين جلال نائب عن رئيس الجمهورية أنور السادات، ده غير عدد كبير من السفراء من الدول العربية، وعدد كبير من الفنانين ومحبين وجمهور الفنان الراحل. وعبد الحليم حافظ يعتبر أول مريض قام بحقن دوالي المريء، وكان وقتها الأمر جديد، وكان هدفه يوقف النزيف الكتير واللي حصله أكتر من مرة. وأواخر أيامه قضاها في مستشفى سيلباتير في باريس، وعن معاناة العندليب الأسمر اللي بدأت في سن مبكر، وتولى مهمة علاجه الدكتور زكي سويدان، واللي نصحه إنه يسافر للندن خوفاً على صحته اللي بدأت تسوء من إصابته بتليف كامل في الكبد. وفي سنة 1972 حصلت للفنان الراحل مضاعفات شديدة ونزف كتير بعد ما عمل حفلة كبيرة في المغرب، وسافر بعدها لأمريكا ومنها لفرنسا، وتوفى في 30 مارس سنة 1977 بعد رحلة طويلة من الفن والإبداع قدم فيها 16 فيلم، منها الوسادة الخالية، أبي فوق الشجرة، لحن الوفاء، الخطايا. وتنوعت أعمال العندليب الغنائية بين العاطفية والوطنية والدينية. عبد الحليم حافظ أحد أشهر نجوم الزمن الجميل على مر العصور، وبرغم أنه رحل في سن صغير إلا أنه ساب لنا تاريخ فني كبير، سواء من أعمال مصرية أو عربية.